ننتقل إلى الجزء الثاني من حلقتنا. أكثر من 5000 حلم في أمانة بغداد بانتظار أن يحقق. سنوات طويلة الجنود المجهولين اللي بأمانة بغداد اللي يشتغلون بصمت حتى يوصلون الخدمات للي ساكنين في العاصمة، اللي يشتغل بأجر يومي. يعني إذا يوم واحد يتمرض، هذا الواقع مو فقط في أمانة بغداد، حتى بالوزارات الباقية، أو يصير عنده ظرف طارئ ما يحصل به أجر. ولكن من مع العلم بأنه مستمر بالعمل، يعني الأجراء اليوميين محتاجين وقفة لإنصافهم من قبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء. يعني اليوم احنا نقدم لهم كل الحب والامتنان، وبالأخص عمال النظافة اللي مثل ما حكيتها قلت إذا غاب يوم واحد ينقطع راتبه وما يقدر يعيش، ويوميته 10,000. يعني وذا 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 صدقوني إذا توقفوا عن العمل والله العظيم رح نشوف واقع أليم بالعاصمة. سيدة من بغداد حسب ما فهمت بأنه رافع اسمائهم وداعمهم، لكن باقي الموافقات تراوح بين وزارة المالية وبين الأمانة العامة لرئاسة الوزراء. خلينا نشوف هذا التقرير ومن بعدها نرجع نتواصل وياهم وإن شاء الله نلقي لهم حل. لسنوات طويلة رافقهم حلم التثبيت على الملاك الدائم، إلا أن حلمهم هذا واجهه المزيد من العراقيل، وبقيت عنوانهم ذاتها كأجراء يوميين على الرغم من الوعود التي سمعوها من الحكومات المتعاقبة. الأجراء اليوميين في أمانة بغداد الذين يؤدون نفس الأعمال التي يقوم بها أقرانهم على الملاك الدائم وبنفس ساعات العمل، إلا أن أجورهم تتفاوت، ومن خلال التفاوت بالدخل الذي يحصل عليه كل منهم، ومن ثم تدني الوضع المعيشي لأغلبهم، الأمر الذي خلق مشكلة اقتصادية لفئة كبيرة دفعتهم الفاقة والعوز إلى القبول بالأجر اليومي الزهيد من أجل مواصلة الحياة في بلد يعد الأعلى في أعداد الموظفين عالمياً، إلى أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة تعاني من شح بأعدادهم، حيث تشكو بعض الوزارات الخدمية من نقص الموظفين، الأمر الذي يؤكد سوء التوزيع الوظيفي في هيكلية الدولة. ويتمتع الكثير من الوزراء اليوميين بالكفاءة وإحساس العالي بالمسؤولية المناطة بهم من قبل دوائرهم الخدمية، على الرغم من حرمانهم من أبسط حقوق الموظفين على الملاك الدائم كالإجازات الاعتيادية والمرضية، فضلاً عن أن الأجر الذي يتقاضوه لا يكفي حتى لسد احتياجاته الضرورية وتحسين مستوى معيشته مقارنة بباقي أقرانهم من الموظفين. ومع أنهم أصبحوا العمود الفقري لمعظم أعمال أمانة بغداد، إلا أنهم ينتظرون الإنصاف من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء علها تحقق حلمهم بعد سنوات انتظار. أحمد محمد سلطان عامل أجر يومي في أمانة بغداد، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم أستاذنا العزيز، شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك أستاذنا أحمد، شنو شغلك بالتحديد بأمانة بغداد؟ أستاذنا العزيز، إحنا أجور أمانة بغداد قرار 93. قبل ما تنتقل يا أردس إلك أنت شنو عملك بالتحديد؟ إحنا كنا عمال بأمانة بغداد. يعني عامل نظافة؟ نعم كنا عمال نظافة. شقد يوميتك أحمد؟ يوميتي مو أكثر من 8000 دينار، 7000 ودنانير وياه. نعم. وهاي يعني شهرياً شقد تصير؟ شهرياً مو شهرياً وداعتك يا أستاذ، كل 40 يوم. كل 40 نعم يوم تستلم؟ كل 40 يوم نستلم. زين تفضل سولف لي، احكي لي شنو مشكلتك؟ أستاذنا العزيز، أولاً أحب أشكرك أستاذ ياسر وأشكر قناة الرشيد لتسليط الضوء على قضية أجور أمانة بغداد قرار 93. حياك الله يا أحمد. أستاذنا العزيز، إحنا أجور أمانة بغداد قرار 93، عددنا ما يقارب 6000 أجير بأمانة بغداد. 6000 أجير؟ نعم، 5948 بالمضبوط. نعم، إيش قد صار لكم؟ أستاذنا العزيز، بتاريخ 22/4/2020 صدر أمر رئاسة الوزراء
انتوا ايش قد صار لكم احمد؟ ايش قد صار لك عقد انت؟ عفوا اجل صار لي سنه وثمان اشهر استاذ العزيز. واكو اكثر؟ اكو اكثر نعم. نعم. بتاريخ 22/4/2020 صدر امر رئاسه الوزراء المرقم 93 زين خول من خلال انت صلاحيات السيد امين بغداد بتشغيل اجور امانه بغداد بتشغيل اجراء امانه بغداد. نعم ابتداء قرارنا رسمي يعني قرار مو مخالفه عملنا كان منو الامين بوقتها بسنه 2020 كان على معن نعم. نعم زين جابكم انتو فتو كاجور يومي نعم استاذ ياسر زين ومن بعدها عملنا بال 2020 استاذنا مثل ما تعرف سنه 2020 أسوأ سنه مرت على العالم اجمع زين وباء ونسبه الخطوره 100% زين احنا اجور امانه بغداد نعمل نعم نعم نعمل عمل خدمي بقيه الدوائر والله عمي 24 ساعه انا شايفهم نعم استاذ انطوهم بقيه الدوائر كلهم النظافه يعني انتم والله عمي 24 ساعه اشوفكم اتجول بالشارع حتى بوقت كورونا هم صحيح شايفتك صحيحه استاذنا كل الدوائر كل الوزارات انطوهم نسبه يداومون 25% 30 احنا لا احنا نسبه 100% زين بقينا نعمل زين من 2020 بال 2021 اجى قانون الامن الغذائي ما حصلنا منه شيء بهاي الفتره تحركنا على النواب تحركنا على النواب ماكو نائب يعني تعاون ويانا مجرد يصورون وكل شيء ماكو بس النائب مشكورا النائب عدي عواد صراحه تعاون زين ويانا. هسه اذا 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 تسمح لي احمد نعم استاذ هسه انتم اكو كتاب مرفوع من عندكم من امين بغداد الحالي عمار موسى مثل ما افتهمت نعم يعني ال- 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 العمال بالاجور يومين دي يقولون الرجل نفسه ويانا الامين الحالي رفع كتاب الى الامانه العامه مو صحيح نعم استاذ ياسر من خلال قناتك احب اشكر امانه بغداد صراحه امانه بغداد السيد امين بغداد الله يحفظه ما قصر ويانا الساده الوكلاء استاذ باسم شلش صراحه تعامل ويانا معامله ابويه زين. استاذ بها الساده المعاونين تعاونوا ويانا زين. رح بسنه 2022 بشهر الرابع توجهنا على امانه بغداد التقينا باستاذ باسم الرجل رفع لنا كتاب الرئاسة الوزراء طالب من خلاله تحويل اجور امانه بغداد الى قرار 215 زين اجت الموافقه ب 14/5/2022 اجت موافقه لكن الموافقه كانت مشروطه ان تتحمل امانه بغداد الاعباء والتخصيصات الاضافيه امانه بغداد جاوبتهم 9/10 بان نتحمل التخصيصات اي تخصيص نتحمله والامانه كانت جاده يعني التخصيص اللي يصير يعني الفلوس اللي تصرف لكم من امانه بغداد نعم من امانه بغداد زين زين هاي خوش نقطه بهالاثناء 9/10 هذا احنا على الحكومه السابقه حصلنا موافقه 9/10 رفع الكتاب من ديوان امانه بغداد بهالاثناء استلم محمد الشياع رئاسة الوزراء زين من استلم محمد الشياع احنا عدنا عتب على محمد الشياع زين. محمد الشياع السوداني من كان نائب بشهر الواحد من 2022 رحنا له والتقينا به رفعنا كتاب يطالبوا بتحويلنا الى عقود 315 ما شاء الله السيد محمد الشياع السوداني نعم هاي كلها بكتب رسمية معلومات كاملة على كل الأوضاع اللي دا نمر بها اقتصادية صحية صناعية اجتماعية تجارية يعرف بكل شيء لأن ملتقي بالكل يا ضيف اللي يجي يقول التقى بينا من كان نائب يعني يقدر هسه هو عنده علم ما أدري الكرسي يغير يا أخوان أنا من نائب أختلف أتغير من أصير رئيس وزراء عجيب هذا الحال كلها كتب رسمية يعني إحنا عندنا زين وصل الكتاب رئاسة الوزراء وهنا صارت المعاناة وصل الكتاب رئاسة الوزراء أجانا رد رئاسة الوزراء بالامكان التنسيق بينكم ووزاره الماليه زين استاذ ياسر يرحم والديك يا رئاسه الوزراء يعني رئاسه الوزراء ما بيها خبراء بهالشان يعني احنا محصلين موافقه مسبقا ليش تحولونا على وزاره الماليه هسه خلي يحولوكم على الماليه حولونا على الماليه سويتوا سوى السيد امين بغداد عمار موسى سوى السيد امين بغداد والاستاذ باسم شلش مشكورين زين. الله شاهد شلعنا قلوبهم سووا كتاب للماليه ب 15/11 ما اجت الاجابه ما جاوبونا رجعوا مره ثانيه خاطبوهم ب 6/12 ما اجت الاجابه بهالحال احنا حشدنا وطلعنا مظاهر امام وزاره الماليه طلعنا مظاهره ثاني يوم صدروا الكتاب لامانه بغداد الكتاب يعني كتاب ما اعرف استهزاء بينا ما اعرف الكتاب عده استفسارات شنو فحوى الكتاب والله هذا الكتاب عده استفسارات ومن ضمنه انطونا عدد الاجور بامانه بغداد وتكاليفهم الكتاب جاوبوهم امانه بغداد جابوا الماليه حاليا هسه الكتاب بالماليه زين شفهيا تحركنا انا والاخ صباح السوداني مشكورا على وزاره الماليه من خلال علاقاتنا
احد الخبراء بوزاره الماليه بدون ذكر اسماء قال ان عينتهم ما مشمولين. زين ما بس مشمول. بس سؤال نعم. يعني هسه الموضوع طلع من الامانه العامه لرئاسه الوزراء؟ لا لا استاذ ما طلع، وانما واحد يذبنا على الثاني. يعني هسه انتم بوسط وزاره الماليه والأمانة العامة لرئاسة الوزراء. أستاذنا العزيز كتابنا حاليا بالمالية شفهيا وليس كتاب رسميا، خبير بالمالية قال أنتم ما تحملون ما تحولون، قلنا له يا أبي ليش ما نتحول؟ قال أنتم يحتاج لكم استثناء من رئاسة الوزراء. قلنا له ليش استثناء؟ احنا هذا كتابنا موافقة مشروطة، ليش يعني استثناء؟ ليش جاي ترجعوننا؟ قال لنا احنا ما نريد نتحمل، احنا ما نتحمل امام رئاسة الوزراء نحملكم ونتورط. زين احنا بهالحالة يا أستاذ ياسر، يعني احنا صرنا ضحية بين خلاف كتلتين بين الحكومة السابقة وبين الحكومة الحالية، يعني الموافقة محصلينها بس احنا تورطنا استلم محمد الشياع وصار خلاف بين الكتلتين واحنا اللي وقعنا بيه صراحة، لان احنا عندنا موافقة. شنو المالية ترجعنا على رئاسة الوزراء ورئاسة الوزراء ترجعنا على المالية؟ ثقوا اعتقد استاذ ياسر، والله عم الله يساعدكم، كل ساعة يتصلون بيه، عندنا 6000 اجير يعني، والله لو ما انتم بالله الكريم ما نقدر نمشي ببغداد، يسدون وزاره الماليه والله يطلعون سريع محمد القاسم، زين يرحم والديك، اذا انضرب واحد من الاجور من يتحمل استاذ ياسر؟ يتحمل محمد الشياع؟ زين يرحم والديك، اصغر طفل عند المسؤولين يعيش 200,000، ثق واعتقد ذاك الشهر انا مستلم 190,000 واتحداهم، الطفل عندهم ماي يعني راتبك 100 دولار 100 وشوي، الله يساعدك. استاذنا العزيز بخصوص القانون الامن الغذائي، الكل تحولت، اجور النفط تحولوا، قراء المقاييس تحولوا، مال الكهرباء تحولوا، المحاضر فقط امانه بغداد ما تحولوا. التقينا باحد الاشخاص التابع لرئاسه الوزراء يقول لنا النفط سياديه، زين النفط سياديه احنا دوائر خدميه، احنا دوائر خدميه. والله الله يساعدكم يا احمد، الله يساعدكم. انا هذا الموضوع انقله الى السيد الامين العام لرئاسه الوزراء، اتواصل وياه وراح ادز له هذا المقطع، ومتاملين خير بي إن شاء الله يقدر يساعدكم. يا عمال نظافة أمانة بغداد اللي صار لكم سنين تشتغلون بالأجر اليومي، وأجر بسيط والله، أجر رخيص جدا. أستاذ ياسر أكو فيديو، خلينا نشوفه أنا وياك أحمد، طوني شباب هذا الفيديو. بالبداية هاي البدلة شرف من لا شرف له، هذول كلهم نشوفوهم كل واحد يومي 10,000 دينار، يسمونا اهل الزباله، بس احنا مو اهل الزباله، احنا اهل النظافه، احنا مهندسين النظافه اللي ننظف يوميا، اللي ما حد نصفنا على مر الحكومات، منو نصفنا؟ منو وقف ويانا؟ اليوم مطلبنا اخيرا نطالب رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني والسيد امين بغداد المحترم السيد عمار موسى، نريد منك فقط الانصاف، ما نريد من يمك اي شيء، انه تنصف هاي البيئه المظلومه، قرار 93 اجور امانه بغداد، نريد منك فقط يسرون عقود 315، مناشده اخيره لجميع الخيرين. يعني الله يساعدهم، والله الله يساعدهم. احمد نامل بانه استاذ بس مداخله يرحم والديك، تفضل تفضل باختصار لين لازم نعم. استاذنا العزيز نعم. استاذنا العزيز رساله الى رئاسه الوزراء، اذا ما لهم نيه يحولوننا ولو امل 1%، خلي قلنا خلينا نبطل ونتجه للقطاع الخاص صراحة. احنا اغلبنا حق. اصحاب شهادات يعني من التنسيقيه والاجور امانه بغداد، يعني 50% من عتم اصحاب، انا خريج اداره واقتصاد وطالب قانون والله حاليا حقك. والله يا احمد حقك، فاذا ما لهم ني يحولوننا يقولون يا بتوجه القطاع الخاص وتركوا اتركوا امانه بغداد. شكرا لك احمد محمد، اني اشكرك، ان شاء الله يوصل صوتكم للجهات المعنيه، وان شاء الله نقدر نتواصل مع السيد الامين العام لرئاسه الوزراء من اجل نقل هذه المناشده لجنابه، واني اوعدكم بانه ما يقصر، اذا كان بها بنسبه 1% من الممكن بانه يتم انجاز موضوعكم، ان شاء الله السيد الامين العام حميد الغزي ما يقصر. خلينا ناخذ فاصل.
العربي، وأهل البصرة هم صاحب الفضل الأول والأخير بنجاحه. ما حد يقدر ينكر هذا الشيء، كرمهم وطيبتهم يعني بصراحة هي من نجح هذه البطولة. شفنا لافتات شكر بيها أسماء فلان وعلان، وهم أصلا متربحين ومستفادين من خيرات البصرة. وحتى هاي البطولة خلينا نكون واقعين زادت من أموالهم عن طريق المقاولات والدعوات المباشرة. وبعد ما خلص هذا العرس ورجع كل واحد لأهله، بقت البصرة على حالها من سوء خدمات وإهمال وفقر. ما تغير شيء يا أخوان، البصرة اللي قصتها ويا العطش والعوز والإهمال وسوء الخدمات قصة ما تخلص مستحيل، لأن ما أدري محملة بالذهب وتاكل عاقول. الله يكون بعون أهلنا بالبصرة. أنا راح أختم، شوفوا هذا المقطع في مال الله. سيادة المحافظ المحترم أسعد العيداني محافظ البصرة، هاي المنطقة جامع العرب البصرة القديمة، مركز المدينة، منطقة المشراق القديمة السعدونية. أنت هاي المنطقة من ضمن رقعتك الجغرافية، زايرها شايفها، عندك عداوة شخصية ويا هاي المنطقة. هذول ناس عايشين بالوحل حشاك وحشاهم، بالوحل عايشين. يعني أنت معقولة مزايرها؟ عندك عداوة شخصية وياهم؟ زين أنت من تسوي لي كأس خليجي وتصرف المليارات وعندك هيك مناطق منكوبة، يعني شو تقول لله تويا نفسك؟ شو تقول له من تحتفل وقالوا بالدنيا وعندك هيك ناس خطية عايشة هيك بهذلة؟ يعني بس تردفتهم بينك وبين نفسك شو تقول؟ عندهم عداوة وياك من طائفة أخرى حتى واحد يفتهم؟ وأكو فيديوهات دا يدزولي، أكو فيديوهات بعد يعني تريد أدزلك؟ ما معقولة يا أخي، ما معقولة هاي من ضمن رقعتك الجغرافية.